أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالكمال، خلق الإنسان في أبهى خلقة وجمال، وكرمه بالعقل ليحمل من الرسالة ما لم تحمله أو تتحمله الجبال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفة الخلق، وصفه تعالى بجميل الخصال، بعثه مبشرا ونذيرا وهاديا إلى دربه وسراجا منيرا، حيث قال: إنما بعثت معلما. وبعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الحملة التحسيسية التي تنظمها مؤسسة الضياء بالتنسيق مع بعض المساجد ومختلف هيئات المجتمع، لدينا الآن محاضرة مع الأستاذ بكير بن محمد ددو عيسى في محاضرة بعنوان احمي نفسك وارحم غيرك، في يوم الخميس 16 رجب 1438 الموافق ل 13 أفريل 2017. لا بأس من تقديم يعني بطاقة تعريفية عن الأستاذ. أستاذنا الفاضل هو من مواليد سبتمبر من سنة 1964، متحصل على شهادة ليسونس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة الجزائر، وهو مدرب وطني في الإسعافات الأولية. أما بالنسبة لوظيفته الحالية فهو مدير العمران والشركات، وهو مؤلف لكتابين أيضا لا بأس من ذكر عنوانهما. الكتاب الأول هو الصحيح في الإسعافات الأولية، والكتاب الثاني الصحة والإسعاف. أسأل الله تعالى أن يبارك له مسيرته هذه، وأن يكون منارا للمجتمع كما هو الآن. وإلى المحاضر فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء، أبدأ من تقديم الشكر الجزيل والعرفان لمؤسسة الضياء التي ما فتئت تعمل وتجد وتجتهد في توعية الناس، التي أعدت هذا الموضوع المعنون بالمرض الفتاك السيدة احمي نفسك وارحم غيرك. حقيقة ربادي قبل غفصن، حقيقة ربادي جون العمل ثقلا في ميزان حسناتهم، يعاونك إن شاء الله تقدم أعمال جليلة أخرى. أو العنوان يعجبي، احمي نفسك. احمي نفسك ما خطر دقن هو الأساس في كل الحالات، حتى في تقديم الإسعافات الأولية، ما تقديم العون والمساعدة ديما نقارسني مدا، أبدأ من حماية نفسك قبل ما أتفكر حماية الآخر. ما خاطر صغار تحمد ايمانك اصلا ديجا وتصدر التحدثات غير حمى ايمانك برك، خاصه في هذا الموضوع حمى ايمانك من هذا المرض العظام، وبالتالي ارحم غيرك. صغار تحمد ايمانك ترحمد حد وداد اوتوماتيكيا. لماذا الحديث عن السيده؟ العنوان الاول هام يلزم اول، فهو المرض الا عضال وعدوى ووباء عالمي. الصيدة تبت انت ممكن تعرف الزر، هو داء فقدان مناعة المكتسبة، هو داء فقدان مناعة المكتسبة، ذلك المرض الفتاك العضال الذي استشرى في جميع دول العالم. من يدي يبدا المرض انت والفيروس الخطير، من يدي يبدا انت؟ اولا يبدا في امريكا في الولايات المتحدة، ضخ في بؤر الفساد بعض المدن المعروفة بالفساد، معروفة عالميا، سان فرانسيسكو، ميامي، لوس أنجلوس، نيويورك، ديس دور البغاد، ديس المثليين، ديس المخدرات، ديس بؤر الفساد بجميع أنواعها. ربي يسلط غفصنا والمرضو يتكون ديني ينتشر في العالم. وإن كان قارن ليزامريكان تهم ليزافريكان، قارن باللي يبدا من القرد الأخضر أو القرد غرسة والفيروس يتعشي دا منس وتزدر وتتعشي سيس عادي، صيعد بنادم ينتقل فيروس نيل بنادم بعد يفو بيئة مناسبة ينشط ديني أين بنادم تينقلت.
الا وسي قار ابعد من هذا قاعد قرب فكر ممكن غريب انه نزل من السماء انت ديك طلاضيه انه الفيروس تكون في السماء بعد وطد مع الامطار الحامضيه. المهم اننا كنسن باللي اول مرضو فتاك عالمي تقريبا تنتشر في العالم كل كل العالم الا ديس خاصه البعض اللي مشان الى نوجار ديس مثلا ان افريقيا قارن تقريبا 29% الكميه نون عدد المرض الا في افريقيا الوسطى والجنوبيه. اول مرضو قد اودى بحياه اكثر من 39 مليون شخص منذ ظهوره سيدي بدا تقريبا مع 79 80 يبدا دين غليمار ولا يفتك ينغو 39 مليون ديك العدد ضخم ورهيب جدا صار تخيل الجزائر يا مارو مش غير نهار ريسونسمون مش العدد ديال مارو لي زابيتون الجيري غير ناطيس 40 مليون 440 و400 الى اخره ان تصوروا المرض ولا يكنس الجيري وكل ساعه النبغ الوهر نس الجزائر غلطه من الراس يسقط تكل ابادها من الوجود ديك العدد ضخم جدا. وايضا حسب لوامس منظمة الصحة العالمية تقارب الى 36 مليون شخص يتعايش مع هذا الفيروس الى عام سنة 2015. ونفس المنظمة تسجل 2 ملايين اصابة جديدة بالفيروس سنة 2016 في السنة الماضية 2 ملايين اصابة جديدة. 2013 يموت السيسي توفى 1,300,000 يسمى اول مرض ولا يحصد الاعداد البشريه بالملايين وباء خطير وخطير جدا سومني يلزم اول التحسيس التوعيه الانذار الناس وتخويفهم واشعار بخطورته دون هواده. الخلاص الناتج هات من التالي ديرك الخلاص الدرس اكل الموضوع داء فقدان المناعه المكتسبه يساوي مرحبا بجميع الامراض. اكل المرض يساوي مع الناس مرحبا بكل الامراض وهو من اخطر الامراض النف مرض السل والسرطانات وما الى ذلك. أو يعني المرض إلا خاطر المرض الوبائية مرض السل السرطان لاكريب إلا تطرح الملايين في العالم الحصبة الباليديزم أتريك المرض ني مرض المرض يبين مثلا المرض من لاكريب يبين أدر حل الملايين من الناس بصح المرض الغريب اسمه كل الأمراض تتواجد في هذا الإنسان اسمه كل الأمراض وأخطر الأمراض اسمه تصيب هذا الإنسان مخاطر فقد المناعة المكتسبة معنى أي مرض أديس أديت في الإنسان ويفتكوا به. في الجزائر النف إمارة على حسب الإحصائيات الكلاسمون الجزائر هي الرابعة في الوطن العربي بعد السودان الصومال المغرب تصل الجزائر كيريت تقريب كل الولايات الجزائري لديس متواجد في هذا المرض. على حسب تقارير رسمية في نهاية سبتمبر 2016 تقريبا 17 سنة ختمني لديس ما يقارب من 10,300 مصاب بالسيدة وحامل إيجابي للفيروس. انت هنا الإحصائيون الإحصائي يوفر وجا وفر تقريبا حوالي 20,000 مصاب بهذا الفيروس. أموني غادي عدني لن محصي خاطر الفيروس يغلب ما شغل نركب مرة ست يغلب بالدم يحملون هذا الفيروس هذا المرض ولا تظهر عليهم أي علامة لن عدا مدن لن تفلق مدن بصح انتني لن جرن سليم ساي صوف ولكن لا يعثي في الارض فسادا. دونك وتعد في الفئه العمريه الاكثر اصابه هي فئه ما بين 24 و 35 سنه. تلاحظ داني اسمها فئه الشباب الفئه العامله الفئه النشطه الفعاله في المجتمع هذا المرض يفتك بها. يعني الفئة اللي لننصح امتد عمدة المجتمعات او المرض يتعشش ديسن ان في تقريب عدد ضخم من نسبة تزعلك انه المرض يصيب هذه الفئة من العمر. اما شي التقارير نفسها تشير ان الجزائر تسجل ما بين 700 و800 حالة اصابة سنويا. تسمى تقول العدد اللي لن ضخم جدا رهيب تزعلك. يمارو انت مستشفى القطار الا في الجزائر الا تقريبا يستقبل الامراض الخطيرة التي تعدي منها السرطان لا وسيله قبل ديني تو تربطي قبل ما وسيله لا يزق الا في كونتاكت مع طبيب لا ينذر لا يتكرر اسم الانذار الجرس الانذار صونات دالار التاتيرات يقرب لي من مشكل غريب لن يغلب الساس منطقته توت لن ذكر واناث سومني ودي قيمه مارو قال استنطبوا وساو الموضوع والسكران ودي قيم
سيرتو على حساب وسيله يتبع الامور ويغلب وسيله مصاب سي ساشيني الله قال باش توعيت وغننين وان كان الحلال بين والحرام بين توني الجزاء اول ولكن لان طرق اخرى مش غنرقبها مره ينتقل بها العدوى دي طرق ثلاث على الاقل مي لا لاش تعيد اوتوماتيكمون يغلب يدنا ضد الاخطاء الجسيمه تاع انت الضحيه ممكن هذه تسبب ضحايا اخرى ولهذا يلزم اول موضوع في كل النواحي وفي كل فئات المجتمع وهكذا السيده ايه من ايات الله وجند من جنود الله ومن اكبر وافتك واخطر الامراض التي اصابت الانسانيه جمعاء اكل وقتلت الملايين وحيرت الاطباء فقد لاحظ الاطباء في بدايه انتشار المرض انه ظهر اولا بين الشواذ جنسيا قال باللي فعلا يبدا بين المثليين شواذ جنسيين لي زومو سوكسيال سيرتو في امريكا لان غرس النوادي لان يجاهرون غرس الجمعيات وما الى ذلك يدافعون عن انفسهم ربي يبعث او جندي او المرض الخطير اما شدي الزنزل في قوم لوط حجاره من سماء من سجيل منضود مساومات عند ربك وما هي من ظالمين ببعيد الوقت اني يسوى طيسن له العذاب على حسب النيفونسن هم تقريبا اقرب الى البدائيين المتخلفين بصح حمار او فيروس اعجز معجزه خاطر اعجز اكبر الاطباء والمخابر العالم غليمار لان تكلب الناس اللقاح اما غندوا وسوفين الى حد الساعه سيدي بدا حوالي تقريبا 84 تنا لو ام اس او المنظمه العالميه للصحه تنا بلي ونتنجم اسنا في كل لقاح قبل 5 سنين يا المرضو اما غير الدواء بصح لا غير سير ختنا غليمارو تقريبا 35 عام غليمارو سدي غوسوفين هو غير 5 سنين وسوفين لا اللقاح ولا الدواء او فيروس غريب يغلب او الامريكيون مع الاوروبيون مع الخبراء مع الاطباء الشينين هو فيروس ذكي جدا وخطير وماكر وداهيه انت الفيروس انت متى الفيروس هو؟ الفيروس انت كان اقرب الى الحجر منه الى الكائن الحي الفيروس كانت تجتمع تفرغت في السماء عادي مسي جافي نادير عادي ولكن هذا يعوض في الجسم يدير الفتاك هامي اوه النت ذكي ربي سبحانه وتعالى يبرمج سكت طريقة غريبه كنا نعاد نتبع كيف قد كيفاش يخدم في جسم الانسان يباين تيليكيد يباين مبرمج سان بروغرام يدير في جسم الانسان يفتك به ويعجز كل الدراسات وكل الابحاث وكل المخابر العالميه وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا صدق رسول الله حقيقة الفيروس لم يكن معروف قبل هذه السنين ممكن الأقوام الأخرى غرس أنواع من العذاب سلطت عليهم أما أول فيروس خاص الوقت إلا كمعجزة قال لي مارو الطب متقدم ومتطور والأبحاث والملايير تنفق على الأبحاث والمخابر يزنزل ربي يبعث أو الفيروس إلا وسوف أعجزهم هي معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى كيف يهاجم الفيروس الجسم يستهدف فيروس الإيدز في أي اتش اسمه فيروس ايمينو ديفيسيونس ايمان او الفيروس سمانا في اي اتش مباشره جهاز المناعه في جسم الانسان فهو يدمر الخلايا اللمفاويه تيكات المسؤوله عن الترصد وازار الاوامر الى باقي الخلايا المناعيه ومن ثم يقضي على اي مقاومه للجسم فيصبح عرضه لمختلف الميكروبات والفيروسات والبكتيريا التي تستهدفه وعند دون دخدامس سبحان الله الفيروس هذه في الجسم من يزوق ديرك الجهاز المناعي تدمر مبصح الجهاز المناعي ويزوق لاي خليه من في الجهاز المناعي سبيه بلي الجهاز المناعي دي شغل لي كاتيجوري دي فئات نتا يزوق ديرك المعلم ازعلوك ناو الجهاز المناعي ان تصور انك تلقلعت يك تلا سيتادير الا ديس الملك الا غرس الرعيت الحشيت الرعيت بصح لا غرس الجنود حراس لا غرس الثكنه بيان سور الجنود الا ديسين الجنود البسطان بعد لي كابورو لي سيرجون الثالث الجنرال او العدو سغاديت او الفيروس سغاديت في القلعه ولا زوك الى الجندي البسيط ما لين سيرجون ما الكابورال زوك الجنرال ديريكت ان جينيرال الا انت يتيش الاعاز الجنود ستي الاوامر يتكوردون الاشغال ان دولنا تيطاكا سغادي تسلط في الجنرال اوتوماتيكمون انت كانت ماشي تلاقوا كل جنودنا تزوان
ولا شي خلاص توقع الفوضى، توقع فوضى عارمه، حد من تفضي حد اتخلط يتسلطون على الملك وحاشيته ورعيته اتزون كل ان لا سيت تهدم. كيف يتجمعون سبحان الله هذه في الجهاز المناعي وصق للخلايا اي زق الخليه الرئيسيه دين التي كات او خليته تخرج سبحان الله بطريقه معينه الذكاء اديه تفديس نورا ولي تتمي اديه تفديس تخنت غرس ار ان سمنس ريترو فيروس ان ار ان نورمالمون استنساخ تصل ديان الا في نواه الخليين اللمفاويه تزق الار ان تتجد العكس ريترو فيروس ادي عاد غرس ثاني الا غرس انت السما غرس في نواتي انت تيزم شغل التيزن الارتيكات النواه لاديان الارتيكات من بعد دي عاد يطبع السيس نسخا منه داني اللي يجو لي ديغا انت بتيتج اني اسمه يوتف في مطبعه الجسم هذا بدا يطبع السيس نسخ صغر سنت هذه يتكاثر بشكل رهيب جدا صحيح ما روس غادي عاد يتكاثر ما سنين خليت الارتيكات الا انه تفديس بعدد ضخم جدا بعد التفجر صغط تفجر اوتوماتيك من الجسم كل هذه عاد هذه توغز سين الفيروسات ني دخ هذه قيم من الغريب هذه قيم مده ماشي غنرقي بها مار مده وتتبين الختن من بعد بسبب من الاسباب لا ارانسيا هذه ديكلونشا سبحان الله ابدا الامر مراحل الاصابه بداء السيدة اول مرحله تعيش مع الفيروس في البدايه وتبين الاعراض فهو المصاب خلاص الا غير سين الفيروس بصح تبين اد ممكن من سنتين الى 15 سنه من بعد ادي ديكرونشين فيروس ني من بعد ادي المشاكل رهيبه في جسم الانسان تعتبر هذه المرحله خطيره لان الانسان قد يكون مصابا دون ان يشعر وبالتالي قد ينقل العدوى يعني تود المصيب تزعك الخطر تزعك تدا وكاين اللي كان حد يبين غرس الاعراض ماشي غنرقد بيمار وغد السات يبين سرطانات الجلد لما مرض السول لما الانتانات الى اخره الهزال ادي باين ممكن حد وسيط قرب كتجي الاحتياطات ولكن للاسف الشديد تلقى تيدي يتسابق يخدم النورمال عادي يتعشى معانا بصح الى حامل الفيروس ممكن لكت مده طويله جدا من بعد صادع عدد ضخم من الناس من بعد الديفاديس ادي مرض ويؤدي به الى الموت. المرحله الاولى، المرحله الثانيه مرحله ظهور اعراض على الجسم، تبدا نمر بالاعراض. سبتة غادي ياثر الفيروس على الجهاز المناعي اتدمر تصبح عرضه لمجموعه من الامراض كل منها مثلا الاسهال. الاسهال الخطير ممكن الاسهال هذا تفلي شهر كامل انت غرسل، ممكن عاد غرسل حمى اللي شهر كامل، غادي عاد غرسل الاسهال مخطر في الامعاء دي الزغابات ديال اللحميه شعيرات سبحان الله تبصانت المعاش يعني المفيد في الجسم وكل يتمصات يبعثه الى الدم ثم الى خلايا الجسم. بصح هنا خلاص زغبتني كل توكنسن سي الفيروسني هذه عاد انا غادي شدي فوق. لا يتتي تتمصح يتوطد كلش لا ديار الاسهال ولي تبين ديس فيصاب بهزال شديد جدا هذه دول السكولات. غاتتفكحوا دائما ديما يكحوا وضيق التنفس ديتراس ريسبيراتوار السخان تزيما تاع تولي ومن اخطر هذه الامراض السل اما شغل غنركب الغلدات وسرطان الجلد. سرطان الجلد ما خاطر نسن باللي الجلد سي الوسائل الدفاعيه للجسم داين الجلد يحمي الجسم من الميكروبات والفيروسات من الغزو الخارجي. تعطي الصابين الجلد ما سد عاد كل عباره عن تقرحات وكل هذه عاد عباره عن سرطانات من بعد هذه تشقق الجلد من بعد هذه عاد الفيروسات والميكروبات تدفن لين الجسم مني فتدمره. مرحله الاصابه بداء الصدمه من المرحله الثالثه غادي عاد خلاص يعني يتمكن الفيروس من جسمه كل الجهاز المناعي يدمر كل ودي تقيم ولا تفتتيا اتوانا كنت اطوار مزن تتوش انت تدمر انت الخلايا الى انت تدافع التيكات التيويت التي سي الى انت تكا الخلايا السرطانيه الى انت تفغنت في جسمنا ديما تكات انت تعسى خلاص تدمر السرطان تبدا كل الامراض ادبتا فيصاب الجسم حينها بشتى انواع الامراض المعديه بسهوله. اي مرض سي مرحبا بك اي مرض نمشي الحمد لله يا مارو كنا نرقب الجو مغلوده تلقى ملوث ديس فيروس ديس ميكروبات ديس الحمد لله الاغشيه المخاطيه اللي نغرنا بالجلد وكل ندافع فهو الامراض ونتر نقول الحمد لله تلقى ديك الحاجه في طاب لاكريب طاب الزان ثلاث ايام اربعه الحمد لله راحي وهكذا الخلايا السرطانيه لا تدمر ديما لا تصفى تدفن سرطانات ولكن غادي عاد كان حد الكيفيتو كل الجهاز المناعي مدمر اسم اي مرض اسير مرحبا بك هذه عاد الانسان عباره عن مجموعه امراض ان لي زاكسيدون شيني بولي تروماتيزي
يا الرز غرس النزيف غرس الجرح غرس البصور غرس الردود ولاد وين كيف كيف كل الامراض هذه عندي ومن اخطرها نفس السل شن لا تيبركلوز ديك المرض خطير يسبب الجهاز التنفسي ينتشر عبر الهواء يقدر نغرس تقريبا مع الستينات خلاص تقريبا تيغاب من العلم لا يظهر دمار بعد السنين الا غرس لا ينتشر في العالم لا يدول نن باللي نغرس بصح لا يدول بعض الامراض تخفانت ما تعاود ادحيان منها السل تلقد خلاص الريت نيت النكبيا كوهوف خلاص عدت يطيح جدا من في الموت تقريبا من الامراض الخطيره التي تودي بحياه هؤلاء المرضى بالصيدة او الايدز يمر كيف ينتقل فيروس الصيدة او الفيروس الى في اي اتش من الشخص المصاب ينتقل الى السليم عبر طرق ثلاثه نبريد ثلاثه اتنتبع دوح اولا العلاقات الجنسيه بمختلف انواعها الدم الملوث بالفيروس والام الحامل المصابه بالفيروس تنقله الى جنينها والى والدها نبدا اولا العلاقات الجنسيه تعد العلاقات الجنسيه من اكبر واكثر الطرق التي ينتقل بها فيروس الصيدة حيث تمثل ما يقارب من 80% من الطرق التي ينتقل بها في العالم كل النف العلاقات الجنسيه المشروعه وغير المشروعه بكل انواعها هي التي تنقل هذا الفيروس من الشخص السليم الى من الشخص المريض الى الشخص السليم صغنين العلاقات الجنسيه اكل لي رابور سيكسيال سواء بين رجل وامراه اما في الحالات المشروعه الزوج والزوجه اما غير شرعيه في دور الدعاره وما الى ذلك او ما كان بين رجل ورجل المثليين اللواطيين او بين امراه وامراه في اطار علاقه طبعا غير مشروعه ينتقل عبر السوائل المنويه والافرازات المهبليه وما الى ذلك او حتى بالاحتكاك حتى بالضروره يكون هناك قذف. الدم الملوث بالفيروس يعد حق المواد الدمويه خاطر الدم ايمان سيتشمروا الفيروس خاطر غير الفيروس لي باتيت فيرال بي سي كيف كيف ولا انت تغد المشكل مادام لك نصاور الفيروس ماشي غادي نركب مارو ينتقل من الشخص المريض الى السليم بواسطه الدم هامي او صادع الدم استعمالا المواد الحاده القاطعه ما اللي تسبب الجروح غير معقمه خاصة كالإبر مثلا تدريون مثلا الإبر الصينية ما تداوي بالإبر ما الحقن اللي زانجيك سويمانس البيكورت مثلا تجيك لحد تأستوشي يقول حد لازم عايزاج إنك معروفة أني لازم أتوجه غير أتطيش ميستعمل يقول حد لك البيكورت لازم أطيش بديك تخلاف أما غلي لامجيلات شفرات الحلاقه ممكن يقول حد مثلا الا وسيس هادي حر كيفاش ان شاء الله من يقول حد استعمل الا وسيس استعمل وستامي يصوى اللي يقول ما على باليش لو تليفون رازور استعمل اما غير صاحبي صلاح شامبر لونيفرسيتي مثلا ودي صغير رازور يلا صاحبي استعملت اما تيمون جاز ممكن جرحت الالات مستعمله في الجراحه لي بيستورين لي بانسني الى اخره وتعق من دا وحدي اما الحجامه اصلا يلزم الحجامه وني اللي استعملت الرباط قبل يلزم هذه عاد المواد ني عايزاج انكس ما تستعمل اللي حد يقن الباقي كاع طيش ديزانفكتيد العاده تكون السبب لنقل هذا الوباء للناس اما غين وني سلوكو بن سيست صحابور اما غيرهم سلوكو بن سيست تسمنتو هم الزوايا طام الزخت سيرتو طيب الزانين لي كوبونغ الكوبوغ اللي لازم تجرح يقن حد ولا فرشة الاسنان يلزم تعاد غير ثقافة ان عاد الشغل نحد الشخصية نستعمل واحد ولي زوج ولي استعمل الشغل نحد وهي هذا ما نتيماس الشغل اذا من يلزم توله باللي ما يقن حد يتعامل تلقى اعتقار لا تلمس دم الاخرين بيد مكشوفة بتضطر تصدق اذا من خاصة لي زاكسيدون الحوادث جليكو اي تينك غير ليكو بديك تشكرت نيرو كي تفوسك المهم ورطا الصيده مني قلحت غير اذا تبرك الصيد تود القاعدة الاول حامل مصاب الطريق الثالث الا ينتقل عبره هذا الفيروس هذا يمكن مما مثل مصابه بهذا الفيروس ينتهت السبب اما انتقل اليها من زوجها هذا يمكن تصيب جنينها تقريبا البورسنتاج 50% هذه ممكن هذه عاد الجنين مصاب عبر البلاسونتاين من المشيمه ما عبر الحبل السري وخاصه عند قطعي عند الولاده وايضا عبر الحليب مما يتازن الفيروسات ايمنميس ولكن
الله لا يقدر يكتب الطوط مصاب بهذا الدم بهذا ادي يمكن ادي يمكن بات سيو بدايه تزور الطبيب التابع حتى في الحالات العاديه من الافضل سيو بدايه عاد نتج تحاليل تزور الطبيب تتابع بدا في الشهر الاول وفي وسط الحمل وفي الاخير ادي يمكن تقل سنه من خطورته بشكل كبير. امارة نزول الصح الوقايه من داء السيدة اين دانية الصح يبقى مادام والغول وزعلوك الا يسد كل عدو ديك المصيبة بوباء عالمي خطير وخطير جدا اعيا الاطباء والخبراء دوك ليش مع الوقاية يبقى الرهان الاكبر امام البشرية جمعاء هو الوقاية الشاملة والابتعاد عن كل ما يسبب هذا الداء الفتاك ويؤدي الى انتشاره بين الناس. ليش مع الوقاية؟ ليش مع الوقاية؟ وكان يمكن حدا سينية أتينا على بالك بريدو غاتيجي يرد او دي لاديس ان شاميني واش قرا كل الا مزروع بقنابل لا تزاكود يجدي تلاديس تما صمت خير شتي الزهر ممكن واحد في الالف تصاب تحفظت في القنبل اش ضربك بصح لا بريدي لا داني سليم لا شفت الحيط دوزو سينين تهزت البال ما غاسوش 10 ليبلا اسينا ودي 10 نون ليبلا ولا دي سكن الا دي السم خير يا مارو اتشد ما غاني فتشد هوني مضمون لجس هذا زلوني لان اديش دوك ليش مع الوقايه وهي سيده الموقف وتبقى مسؤوليه الاولياء لوقايه ابنائهم وبناتهم والمجتمع كله من اهم المسؤوليات ان تصح. ربي سبحانه وتعالى يقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في محكم تنزيله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم الزار نشنين واهليكم اكل اهل بما فيه الازواج والاولاد نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقارن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامه. المسؤوليه يطلع تزعلك العظمى تقع على الوالدين مني تميله ماني لا يصقع لك تكونترول تم غلاش مي طول غلاد ماني لا صابت ماني لا يتدف الانترنت وبالتالي يرقب ديس صغار داوي الزوج نطجد يسهر تسقس بالتالي يتجع وهكذا. ماشي بابك الله يرحمه يقول له زول مجيده طول بعد النطس يسد يتكلم غير فيما اغلاد الناس طول مجيده اش طول طول مجيده قالوا زوج مجيده لان بعد ساعه تبعت ساعه تضط مجيده لان داني تقرب باش لا يتبع اموني بصح ما راه ترقد هذه وت السهر تغلاد لا يزول كثر حلت زعما على بالي شو اللي تكلم بابس كاع مشكل مشكل لا توضح يتوغ يا من ميس توهرد ازجس الخبر سين من متاع حصره مانيا كان طفت بتيجو دقم يحار وخاصه يلزم خاطر التربيه انتهت الصح منذ الصغر يلزم تنزرع فاكسينا يلزم ان نزرع ديس الاخلاق دو خوف الله ضد الابتعاد عن المعاصي على الاقل ما يزعلك يا ادعت في مامن من هذه الشرور. الوقايه الروحيه ان اهم ما يجنب الانسان اضرار السده هو التزامه الشرعي تقدي ربي تقوى الله هي الاساس وتزكيته لنفسه وتطهيره لها فالله تعالى وضع للبشريه منهج حياه يحقق لها المصالح ويدرا عنها المفاسد ومن جمله تلك من الالتزامات ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. الفقهاء اشي ففروا الى الله معنى يجب ان نفر من المعصيه الى الطاعه ومن الشقاء الى السعاده ومن النار الى الجنه ومن عذاب الضمير الى طمانينه البال وهكذا. يلزم ان خير ان لن اسلم اغني ريح يسعدنا ينجينا دنيتنا ادلخرتنا ولهذا يجب يلزم غفنا ان نلتزم بالمنهج الشرعي. ربي سبحانه وتعالى يخلقنا يشانق الفطره يزنزل الكتاب القران الكريم كل المناهج وكل المبادئ وكل الالتزامات التي يجب علينا ان نلتزم بها وزاد الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا كلش وما فرطنا في الكتاب من شيء اليوم اكملت لكم دينكم كل شيء الحلال بين والحرام بين نشي ما علينا غير ان نتبع بريد فننجو في الدنيا وفي الاخره. والابتعاد عن الاسباب المؤديه للوقوع في العلاقات الغير شرعيه كالنظر الحرام والخلو الحرام الفيسبوك النظر الحرام وهكذا اين تنين وربي سبحانه وتعالى قرن ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وغنيني ولا تزنوا انما لا تقربوا ما خطر لا نتبع خطوات الشيطان خطر الشيطان الملعون اشي دار باشيني توني وبركه الزنا لا تلحي توني غير من بعد توني اشي تؤدي الاخرى طف اشيني احذر السجاره الاولى واحذر الكاس الاولى
وحذر الزنية الأولى خاطر بات تيقنحد يبدا تمزور تظن تندسن تسهل المصيد مادام إلا قنحد محصن إلا ألابري أديق أمن. ولهذا من المصيبة ولا الانترنت ولا تعوم تغفل الفيسبوك وداون المناظر الخليعة إلا أهلك يمروا إلى دراسة حديثة ألمانية ليزيترونجين خاطر ما با دي مسلمين جين دراسات لحظة وسي يرقبوا المناظر الخليعة الأفلام والإباحية دوني يدمر الجهاز العصبي ديس خلايا مهمة جدا يدمرها. أديد لأن الإنسان لا يركز ولا تنجم تفكر ولا يألف ولا أدي تجيش دوحتي إن أتو كان كل حد أتزود يألف غير نص هذا ريك رسالة قرار ما بدأ يرقب قبل الوقت مني برك فقط صورة لامرأة مثلا متبرجة خلاص المخص يبدأ ستوب غير سبا لا بنا أتزود يألف خاطر المخص يدمر خلايا تدمر في الجهاز العصبي مرمر في التعود ممكن جدا الجهاز العصبي أدي توهلي. وأيضا التزام الضوابط الشرعية في اللباس والكلام والتعامل بين الجنسين قاعدون الوقاية حتى لا يقع الشباب خاصة ومرضى القلوب في الحرام. وأيضا تحسين الشباب بحسن الزواج فإنه أطهر لأنفسهم وأزكى للمجتمع. ديك النعمة الحمد لله أن نحمد ربي نشكرت من المجتمع أن ديس التكافل الاجتماعي ديس الزواج المبكر ديس ما ديك الملجأ منأى ديك لابري أن من عسيس حتى لا يصبح شبابنا في مهب الريح إلا ممكن يتعرضون للنزوات للإغراءات وهكذا. وأيضا تحقيق الإشباع العاطفي والجنسي بين الأزواج والحرص على استمارة المودة والرحمة وصية هذه وصية للزوجين نقطة مهمة جدا حتى بالنسبة للأزواج بين سن لاحظنا المختصون الخبراء أن أغلب المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق وإلى النزاعات وإلى المشاكل الزوجية تقريبا 90% كلها عدم الملائمة في الفراش. ديك الفترة تجت ربي حلال الحمد لله لقد مش غادي يكون دينك السكينة الرحمة ضد الإشباع العاطفي والجنسي لا شومبر اكوشي لقد ماشي غادي تفغن الأزواجني بعد لا شومبر اكوشي كل شيء عاد سير لي نور كل شيء ميريكل لقد ماش غادي يوقع ديني لانكومباتيبيليتي اسم عدم التناسق وعدم تكامل وعدم تفاهم في هذه العلاقة الحميمية وكل هذه بدأت المشاكل هذه بدأت الشريات هذه بدأت وني نزوقها الماني زوقها تنين ماني تزوقها هامي يغربة تشين الله غالب ولو في غالب هامي ممكن ديس الجهل ممكن ديس التجاهل ممكن ديس الحياة المبالغ في غير محله ممكن ديس الأنانية قاعدة تفنديس الترقدين علاقتني غير موفقة بعد النتيجة تكون وخيمة. ولهذا يلزم أسنوش أو الموضوع الأهمية خاطي الطابو قال ديك الموضوع لا يعني دوني الصح يلزم نسي ولديس يلزم نتبديس يلزم نكون كل زوج يجب أن يكون مثقف في هذا المجال يثقف نفسه من خلال القرآن سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى ومن خلال الأحاديث اللي يوصينا قديس الرسول لديس أحاديث تضبط هذه العلاقة ومن خلال المختصين والخبراء وما إلى ذلك. الوقاية النفسية مهم جدا الوقاية النفسية خطر شيء من الخطأ بما كان يتعامل مع الإنسان كأنه جسد بلا روح لدينا قنشة في داخل الإنسان الجانب النفسي مهم جدا وكان تساوي النفس يصبح الإنسان عبارة عن كتلة هامدة لا تصلح لشيء إلا أن يورى التراب ثم عقد نفسية تؤدي يغلب تؤدي إلى الفساد وإلى الانحلال والانحراف وإلى الشذوذ بسبب عقد نفسية ممكن تسبب سن عندما يكون الإنسان في مقتبل العمر خاصة صادعات ضبزان. الجوانب النفسية في حياة الإنسان أثر بالغ على سلوكه التزاما وانحرافا من هنا كان لابد من الحرص على أن يكون الإنسان متزن نفسيا. بهذا يلزم على الإنسان عقرس تعزيز الثقة بالنفس بالتربية الصحيحة لازم نحقق توازن نفسي للإنسان نتفادى العقد النفسية وسنتسبب طارون العقد النفسية سواء نشي كمربين كوالدين أما في المدرسة أما كمجتمع. وتقدير الذات لدى شريحة المراهقين خاصة يلزم نسنجل قيمة الشباب المراهقين خاصة ما حاطي إلا في مرحلة متذبذبة لا في مرحلة أنك تطيرت إنك أخطر مرحلة يطيرت ساعة تتوطع تجلى تيريساج وتلي جنة وتلي طامرت يعني المرحلة تنين يلزم الكابيتان مغوني للسائق الطائرة يلزم دي عاد فريمو أدي توله وولاد مراهق
يلزم يعد في ايدي والديه ان وسي بين مشقه المراهق يجب ان يكون بين والديه كالسياره بين يدي سائق ماهر قد ماشي غادي يكون سائق ماهر قد ماشي ادي سمن عين سيارتني من الحوادث. وايضا اشباع الابناء عاطفين وفتح ابواب الحوار الاسري والاجتماعي حتى لا يلجاوا الى احضار الرذيل او الفساد توني مهمه جدا. يلزم طرونا لازم عاد نشبعهم بالعاطفه بالحنان هذه عاد يقل الحوار ديما جرانا. يلزم انا قصر في اي مشكله صارت يلزم اسيني بابا سمغي ممس صغادي عاد لاش لا كومينيكاسيون لاش التواصل جار بابا دمميس ممكن تسكن ذئب بشري يغريه وسقري بابس ولي تكون ببال ممكن يقع في الرذيله دون شعور. ندخل ايضا يجب التوعيه العلميه الصحيحه الا ندخل من السيس الوالدان المعلمين تعشيرين اولياء الامر وسيامون مع الناشئه يلزم ادي عاد هناك توعيه صحيه علميه اخلاقيه تتماشى مع المساوئات العمريه المختلفه حول الثقافه الجنسيه وضوابطها الشرعيه على ضوء الشرع على ضوء القران والسنه. لان الغموض والخجل المبالغ فيه الا نودا شانس كاع في مثل هذه المواضيع يتسبب بشكل مباشر في كثره ضحايا الجرائم الاخلاقيه خاصه فئه الاطفال مما يكون سببا لا قدر الله في انتقال فيروس الايدز وغيره من الامراض المعديه. ثم يلزم تكون هناك توعيه توعان او الناشئه او الاطفال الصغار يلزم توعان بالثقافه الجنسيه خاطي الطابو خاطي الخجل قالوا ونسيوا كاع المواضيع. اما غادي نسولين وراين ما غادي نطفليني هادي السولي قال سؤال ممكن شي نطلع حرج السيس من بعد نشيني ونجيوب على اساس ونتجيوب على اساس خجل موسيان ستان طابو بات غادي اوتوماتيكمون يعني السؤال يلح لا يلح عليه لازم تدي بي لا ريبونس الجواب بات غادي تزوج كان حد نامبورت اي انسان السيني وهم فاهمين تنيني ممكن يقع مع ذئب بشري اسيب دا السني اتي ضربه اتي السهوه السبب سؤالين تاكد وشوش. ولهذا على حسب الفئات العمر على حسب العمر على حسب المستوى الثقافي اسنس فهم او العلاقات تبات ثاني لان ضحرام الربات تتزودام الربات تتجدام شو دابريت السليم بات تزودام توغد الدوني تدلاخر وهكذا بات تطفى دابريدو ان شاء الله هندوني دابريدو الى نشر السود الجنه وهكذا. الوقايه الاجرائيه بما ان الاصابه بفيروس الايدز غير مقتصره على العلاقات الجنسيه المحرمه فقط فان من ضروره على الافراد حمايه انفسهم من اسباب الانتقال الاخرى مثل بتوا الطرق الوقايه خير من العلاج ماشي قارن درهم وقايه خير من قنطار علاج ماشي سن قديمة سغادي عاد كنحد مثلا عند الحوادث سغادي عاد كنحد مسعف له المام بالحركات الاسعافيه في اهبه الاستعداد لتقديم هذه الحركات للمصابين في اللحظات الاولى التي تلي الحادث. ولكن هناك انسان افضل من هذا المسعف ماني هذا الانسان الذي له طبع وفكر الوقايه يتجه الوقايه ما ندير ديك الخطر تتس سومني حتى في هذا المرض قد مش غنجلو وقيت افضل بكثير من ان نوفر الادويه وما الى ذلك. اذا اولا يلزم ضروره ارساء ثقافه اجراء الفحوصات الطبيه والتحاليل اللازمه للكشف عن كل الامراض المعديه متى لزم الامر. توني ان نبدا السيس انت في الاصل يلزم سيرتو باتا كان حدايا ودك الله شي 40 غلسات ادي عاد على الاقل كل سكاس على اكثر سيدي عامين تزودي تجلس اناليز نيدا منس هذيك باتا ممكن السكر اللي خصها تبدا لاطونسيت اللي خصها تبدا الكوليسترول لا 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 الدوره يدا من يا ما عدا باليش ممكن الكليات اللي خصها تجي تنتوهاك اما المرض يمانس ممكن الا غرس على الاقل تجي الحمايه الوقايه يمانس يا ماشي انت تجاني مارو قبل ما غادي ادي منش الزوجين اتزون تجن لي زاناليز كشال مهم جدا مفيد دي وحدي على الاقل الانسان بيت الله لا يقدر يكتشف غرس المرض ولدي باين غرس بصح لا حامل الفيروس على الاقل ولي زورو تحدو تاتن هادي جد هادي مع تاتا دواء يمانس وهكذا وهل هادي الشرا هادي زورت المئات من الناس من بعد سي تروطار. وايضا تجنب استعمال وسائل الغير تو يلزم تعاد غير الثقافة يلزم الوسائل العتاد الخاص يلزم تستعمله بوحدي فو با حد وضضا يتستعمل وخاصة بالظن ممكن قاعد الفرشة الأسنان مثلا لارسال مع بعضين لاصال دابا ممكن انه بالظن ندي بالفرشة نيواس ما نوتماس اللي يستعمل لاش قال توني لا كولورتش النتش توني تبين النتش استعملت الفرشة النتش واستعمل. اما ماشي نذكر الطور مثلا الرزوة يدي بقى نحد الرزوة نحد وضضا تستعمل والحقن وهكذا بس اديت ولا يون الامور. وايضا انه توعيه المد نكر وخاصه ممكن تكون السبب في نقل الفيروس
نو نمرضو مثلا انحلق لازم الرباط قبل غفسنا ونحففن تولهن لا خدمنا انا فا داكور سني بارك طاردون تنصن بصح هادي تولها لعب انت ولي تعقم بون لا لام تباين لا لام داكور تستعمل مام تيبدل خاطروني لا نقمديني لا رقبي تبدل لا لام ها بورت بورت لامونين لازم تديزانفيكتا هادي مكونوني لا نقبل ولي سين كاع الا غرت الفيروس تنقل حدود من بعد حدود وهكذا تكون انت السبب وني دي كان ذنب خطير وخطير جدا انت دي ادي سبب عذاب للناس لا يتص انت غرسن بصح حتى تمتاتن بتا كيفاش هادي لا قربس اما الحجامه كيف كيف انت الحجامه نورمال ما تجوسي مختص في الصحه غرس الوسائل التعقيم بصح حتى كان حد يستعمل ما عليش ساعه على القلب بصح تكون غرس لي نوسيون من ليجيان الى اخره مام لي دونتيست مام الاطباء توني وسنقري اي طبيب طبعا انت اللي يعزم تعزم تخصص بصح بيان سور لازم هذه تولى خاطر هذه يمكن الوسائل تنقل المرض الى الاخر ولكن اتونسيون ولا تصور غير وانا باش كانوا وسوسه عاد كاع نتعسى كاع نقعد في خاطي خاطر الوسواس انت ماس اخطر بالك راه المرض قلت المصير كما قال حدوده في الوسواس وتفريا ديك المرض خطير دوك من بابس تجي الوقايه تولى داكور بصح الحافظ ربي ديما طبعا اتخاذ الاحتياطات اللازمه بالنسبه للذين يتعامل مع عدم الانسان الا وسي خدم في المخابر الا وسي تجل جروباج الا وسي مثلا لي ساج فام سارا وتمطط وهكذا اسم التعامل مع لي سوكوريس لن سعف الميد ممكن غرس النازف غرس لي موراجي غرس بلي غراف وهكذا هذه ممكن مشكل خاطر يتعامل مع اي دم يعني مني لان ممكن يكون خطير ثمني ادي تولى حد يوم ادي تجي الوقايه وهكذا اهم جدا ليس كل مصاب بالسيدة سببه علاقات غير شرعة فاحذر من اتهام الناس بهتانا وظلما تولاه ولا بد من تفرق بين من انتقل اليه الدم من غيره وبين من تعمد الحرام بنفسه تيس فرق كبير خمس موك الزوال ونتشي في يد حدود يتوصى بها لقايا للعذاب سيا هما تشاف في الديس وزيد واش انت السبب انت يتعمد اما اصيب سمعني تزوج تجي مع كيستيونير تبعد الحياه اسمه اصيب خلاص يلزم نطفي ما ونغنصموك الزوال لك عن المرض المجتمع يا مرض سوي والد في والد والد كارثه يا سيدي توصل نخرج من الدن شاف عندي حد ولد نسق المرض انتقل الى يا مرض معروفين خباين يتشاف هاديس غرس الباهق يدول غرس الباهق يتشاف هاديس داك في يدول انت داك في يتشاف هاديس غرس سكر يدول غرس تقيبة اول انصموك زوال وخاصة بتا يكون حد مصاب يتوصل يا خلاص سي با لا بان نتعذب نكمل عذاب على عذاب العذاب اللي تلاقى تيسنت غير ربي عذاب الام كل الامراض موجوده فيه خلاص جيت وتشاف هذه السيودات بديت تسول العرضس ان نسموك خط وزيد وين غادي السيول هل امن على نفسه الفتنه؟ لا نامن على انفسنا الفتنه البنات فانيل ربغني اغني نجا من فتن الحياه المحيا والممات اهم جدا كل مصاب بالسيده لا ييأس ولا يقنط فان اعجز هذا الفيروس الناس والأطباء والخبراء فإن هذا الفيروس لا يعجز خالقه الله سبحانه وتعالى ربي قارن في محكمة تنزيله يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يلزم أرجع وأرحم آية في القرآن أنتم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وايضا على الذين اصيبوا بالسيده بسبب ابتعادهم عن منهج الله سبحانه وتعالى بخطا بنزوه بطيش ان يتوبوا الى الله تعالى وليرحموا انفسهم من خزي الاخره اي لن الله خلاص اصيب لا يتلقى العذاب ونندني طبرك وابسط بكثير من عذاب الاخره يتوب الى الله قبل ان يوارى التراب او تاتيه المنيه فتاخذه ولهذا يلزم حد دائما نتوب الى الله في كل يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 70 مره في اليوم واكثر احيانا 100 مره واكثر ولا شيء لازم نتاسى به وشكرا لكم على كرم الاصغاء والمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته طبعا ايه 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 انت الحق توني نقطه مهمه جدا اثنين مانس تقريبا فاقن قبل السوب اللي يقن حد يتوصف الفيروس انت دابزان مسكن سي كل بنهامي لا رقند نقل اليه الدم سي تغنوا للسين بصح حمار ولاش
كل السبيطارات لن تعقم دم لن تولها لن اسمت قبل ما غاد نقل الدم الى اي انسان لازم السجن التحاليل لازم تبتن باللي لاجس المرضى ومغ الامراض الاخرى خاطئ الفيروس ولاد ليباتيت فيرال وما الى ذلك من الامراض لا لا. وايضا كملاحظه لازم توله باللي نتوسوس خاطر يبان الطرق الثلاثه اللي ينتقل بها عبر اسمع عبرها الفيروس ولكن وهو قال وتسلمغ في ميدن اما المصافحه مو تقيم غسيس مو تينغ الكار مو تقيم معاس مو معاس تقيمه المعاش مو تستغدس الكاساس خاطي لا ينتقل عبر هذه الطرق يبان دي بريدنس يبان دي عن طريق الجنس بجميع انواعه في المشروعه وغير المشروعه وعن طريق الدم ديريكت سواء وخاصه المخدرات تركد لي زانجيكسيون اللي تجنت تنقل السجن غادي تركد سواء من ينشر للعون امريكان خاطر ديس المخدرات ديس تعاطي المخدرات ديس الانافا كاع البؤر فساد كل الجرائم والموبقات اللي تديني عاد نتني نشرا او نديريسو عبر العالم اما ماشي ذكرى غادي عاديا طنطط شمرة عديس مسكينين وراني ممكن ديس احتمال كبير جدا الدلال ساون المرضو تخبت الولد ولدت ديس الفيروس ادي ممكن صغط الصدد اد ينتقل عبر الحليب ولهذا يلزم ان تنطط عاد تحت اشراف طبيب سيو دايا على الاقلين وراني ولي تكوني غرس المرضو سما دي عاد ندود الموسيط ميلا قنور جاز نتا يسبب الجريمة نتا انت دام زوار يكمل ينقل طلطمطوط سمع طنطوط تنقل تغل مميس يسمى الى ديجا لا غرس قاتلين انت السبب ولهذا يلزم بابس يبتعد عن هذه الموبقات عن هذه الشرور ربا اغني يحفظ ينجينا سواء مصيبته اللعاب لا صاليف لا ينتقل عبر حسب الخبراء لا عبر اللعاب ولا عبر الدموع ولا عبر العرق مني قال يقن حد فوسي عرق تسلم لا ينتقل عبر هذه الطرق ولا عن طريق الهواء وهو مرض السول هذه ممكن يقن حد مثلا دق مع قن حد خوم ما مرض السول غير تبدد في ديسيات نفس ينتقل وانما ممكن يقن حد تعاش نعاس في غرفه مثلا ديما لمده باش ينتقل اليك هذا المرض دونك السيدا لا ينتقل عبر الهواء ولا عن طريق الدموع ولا عن طريق العرق ولا وانما باين سوائل الجسم دي تباتا الا ينتقل عبرها الماني افرازات المهبليه اين دينينو الا هو عبر الحليب اسمي لن ينتقل عبرها هذا الفيروس والله اعلم. تحت شرفكم عمار بيت الله نشكر الاستاذ على هذه المحاضره القيمه والتي تهم كل فرد منا سواء كان صغيرا أو كبيرا وهي كحمل وتحمل للمسؤولية من هذا اليوم إلى ما يأتي إلى الأيام. لا بأس من عرض ملخص لهذه المحاضرة. ابتدأ الأستاذ هذه المحاضرة من خلال تعريفه عن نبذة تعريفه عن هذا المرض وكيف يكون وكيف أنشئ وكيف بدأ ثم انتقل إلى المراحل التي يأتي فيها هذا المرض أعاذنا الله منه وهي مرحلة تعايش المرض ثم ظهور الأعراض ثم مرحلة الإصابة وأيضا انتقل إلى طرق الانتقال يعني طرق انتقال هذا المرض والتي تكون عبر الطرق المعروفة والثلاثة والمحددة وهي من خلال العلاقات الجنسية بمختلف أنواعها وانتقالها عبر الدم والحمل يعني من الأم أو الرضاعة ثم أتى إلى الجانب المهم أو أقول الأهم وهو جانب الوقاية وهو جاء على ثلاث مراحل أو ثلاث أنواع الوقاية الروحية والوقاية النفسية ثم الوقاية الإجرائية ثم ختم محاضرته بارك الله فيه من خلال وصايا مهمة جدا أسأل الله أن تكون قد وجدت في القلوب مرتعا لكي نعمل بها إن شاء الله. تحت ضوء الآية التي تقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وفي الآية الأخرى التي قال الله فيها سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وأن نسعى إلى محاربته فنحن مجتمع المسلم مجتمع المحافظة مجتمع الدين والأخلاق وهو الإسلام قد دعانا إلى الوقاية قبل أن نصل إلى هذا المرض. نشكر تحت سيادتكم تحت شرفكم نشكر الأستاذ على هذه المحاضرة القيمة.
وتحت شرفكم سوف ناتي الى اسدال هذا اسدال ستار هذه المحاضره والى دعاء من فضيله الشيخ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك على عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسالك العفو والعافيه الدائمه في الدين والدنيا والاخره يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.